معكم مستمعينا الأفضل فقرة الطب دائما مع الدكتور رشيد بن عمي أخصائي في الطب العام بمدينة سلا. لهذا الأسبوع خصنا للتعريف بوظيفة الكبد، كيفية الحفاظ عليه من الأمراض اللي طبعا يعتبر كيف ما ذكرنا الدكتور بالأمس أنه من الأعضاء المهمة لجسم الإنسان والعمل دياله في غاية الأهمية. إذن دكتور صباح الخير. صباح الخير بارك الله. أش أخبارك دكتور؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الله يجازيك. وقت نستمر معك طيلة الأسبوع إن شاء نعم. الله على الكبد والأهمية دياله. بالأمس نعم. تعرفنا على مجموعة من الأشياء اللي قيمة، مازال تعطينا معلومات أكثر حول الكبد اليوم، تفضل دكتور. نعم بارك الله فيك. وكيعلموا المستمعين الكرام أننا ما كنديروش دروس لتخرج الأطباء ولا تخرج الناس المحطين في الميدان، ولكن كنساعدوا المواطنين نعم. الناس العاديين باش يكون عندهم آراء وأفكار ومعلومات باش نعم. يمكن لي يعيش واحد الحياة طيبة، ويمكن لي يعرف المرض قبل ما يبدأ ويكون عنده العلاقات يعني المضاعفات أو أشياء اللي يمكن لها تكون تعود عليه في أشياء في خسارة في جسده. نعم. لذا فإننا كنبسطوا الموضوع وكنطلب من جميع المستمعين اليوم باش يستمعوا بواحد الدقة، لأن الموضوع اليوم مهم. نعم. كل شيء كيسول عليه، كل شيء كيبغي يعرف شنو هذا، ولكن الناس كيتجاهلوه بزاف. هو كيف نعلم أن كبدنا في معاناة أو محنة؟ نعم. يعني نعرفوا بأن الكبدة راه بدات تمرض أو أنها كتمحن أو أنها فيها معاناة. البارح عرفنا بأن الكبد كيلعب بزاف الأدوار، ومن هذيك الأدوار غادي تتخلص أن ذاك الكبد يلسوفخ يعني في محنة. عرفنا بأنه هو اللي كيخرج السموم والأشياء المضرة في الجسد، خاصة الخلايا اللي كتوصخ الشيخوخة وكتنضطر وما كتبقاش تعمل. كذلك إفراز السفرة اللي كنقولها حنا المرار، هذاك ديال المرار اللي كيكون في المرارة. استخلاص السكر وتخزينه لأن غادي نحتاجوه، تخزين الفيتامينات اللي غادي يعطيونا الطاقة، وإنتاج العوامل المساعدة على التخثر اللي كتخليناش باش نديرو النزيف أو الهيموراجي. نعم. فما هي العلامات اللي غادي تظهر علينا في الأول؟ الدار اول شيء الى قلنا الصفره، اذا فتغيير لون الجسم ديال الانسان وهو بوصفر صفراء، كيرى الانسان صفر. اذا فيه بزاف ديال الانواع، حنا غادي نهضروا على كيفاش ان راه بوصفر بدا، يمكن لك تعرف نفسك وتعرف شنو كاين عندك، مازال انت ما عارف شنو كاين، مازال الطبيب ما عرفوش في البيت ديالك. واللي كنصح الناس الله يخليهم ما يبقاش يخلطوا ما بين بوصفر ومشيو يكوعوا عليه ولا يديروا ليه الماء ديال اللي تيخليه النجوم ولا الحمص ولا الماء بارد ولا يدوش الماء بارد، داكشي كله خرافات وليس له علاقة بالعلاج. نعم. ان بوصفر عنده الحلول ديالو، وعنده بعض المرات يكون هو علامة لبعض الاشياء اللي هي خطيرة وداخل الجسم ما تعرفهاش الانسان. نعم. حتى معالجة، حتى مراقبة وتتبع في طرف الطبيب. هو كيطول في المدة ديالو دكتور؟ حسب النوع. نعم، لان ملي كيشوفوا مثلا الاغلبية الناس كيشوفوا طول كيقول لك لا راه الدواء ما دارش فيه مفعول، نمشيو لهذوك فعلا كيبداو بالاعشاب وشي اشياء اخرى. ولي وقت اللي كيزيد يفاق من الوضع. يفاق إذا كان إلى هو بوصفر العادي ما كيتعداش جوج ديال الأسابيع وكيمشي بوحدو. نعم إيه. هذاك هو الوقت اللي كيجي الإنسان تيكوي وتيقول راه مشى بحالو دغيا. ولا تيدوز داك الماء بارد وياكل داك الحمص اللي خلات النجوم ولا شي حاجة تيقول راه مشى بحالو. لا، هذاك عادي كيكون علاقة مع ليباتيت أ كيمشي بحالو، عنده علاقة مع الطعام. أما بوصفر اللي عنده علاقة مع الأمراض ما كيمشيش، كيبقى دائم. يخصو الطبيب اللي يمكن ليه يعالجه او عمليه جراحيه او تتبع ادويه خاصه باش الانسان كيوصل نتائج اللي مرضيه. فكيفاش كيبان هذا البوصفير؟ كيبان الانسان كيصفر ليه اللون ديالو، او العينين ديالو كيصفروا، او داخل الفم ديالو كيصفر كيصفر ليه. اذا هذا علاقه باش؟ علاقه بان الكبده انها عندها التهابات، هذه التهابات حاده كتجي مباشره وعلى بغتها. اما كتكون ليباتيت، وكنعرفوا ليباتيت كتكون ليباتيت اما ديال الميكروبات او ميديكامونتوز ديال الادويه. دا ادويه ودارت لي داك بوصفير، او انه تعرض للجراثيم اللي كتعطي لي باتيت بي ولا ا ولا سي وعطاتو داك بوصفير، هذه الالتهابات. او ان عنده مشكل هو مسكت عليه ما عرفوش ان عنده تشمع الكبد وبقى غادي بشويه بشويه تعطاه بوصفير. او ان الانسان عنده انسداد في المسالك اللي كتربط ما بين الكبد وبين المراره، المسالك ديال المراره اللي كاينين داخل الكبد وخارج الكبد، وهذاك الانسداد تيعطينا ديك الصفره كتطلع للدم وكتعطينا داك الصغيرات. او ان كاين هناك سرطان اللي يكون داخل الكبد وكيضغط على دوك القنوات وكيعطينا المشكل ديال البوصفير. او ان هناك حجره واحد المسلك من المسالك اللي كيكون ديال المراره او المسالك اللي داخل
الكبد وكيعطينا المشكل ديال بوصفير. اذا ها هو بوصفير بدا كيبانوا منه علامات وامراض اللي واعره، اذا ما يمكنناش نبقاو نديروا ليه العلاج التقليدي. لان الاساس ديالنا والهدف ديالنا هو الابتعاد عن الطب العشوائي وطب مقنن، طب عادي علمي، وشوف الطبيب ديالك واخا يكون طبيب عام من بعد غادي يرشدك. نعم. اذا علاش كيوقع هذا المشكل؟ لان كنعرفوا الكرويات الحمراء ملي كتموت كتغيرها الكبد وكيصاوب منها لابيلوغيبين، ولكن ملي كتلقى واحد الانسداد وفي المسلك ديالها باش تمشي كتطلع الدم وكتعطي الصفوريه، هذا معروف. وهذا لابيلوغيبين اللي كتمشي ولا ذاك اللون اللي كيعطينا اللون ديال الصفوريه فين كيتخلص منه الجسد، الكبد تتخلص منه عبر البول او عبر الغائط. داكشي باش اللون ديالو كيكون عنده ذاك اللون ديال الصفوريه شويه. نعم. اذا ملي كيكون لوبستاكل ما كيدوش داكشي. بالنسبه للعلامه الثانيه هو الانسان كيجيه دائما واحد الالم في بطنه، ولكن اش من منطقه في البطن ديالو؟ البارح ملي هضرنا على الكبد قلنا انه يوجد في المنطقه العليا اليمنى. نعم. من تما كيجي الانسان الالم الضلع ديالو وكيدوز ليه الكتف ديالو وكيطلع ليه من اللور ديال الظهر ديالو، وكي اغلبيه هاد الالم كيعطينا واحد الم حاد وما تيخليش الانسان يكون في راحه ويقلق راحته وما تقدرش يتحملو، تيقدر يجلس سوايع واحد المده ديال السوايع وكيمشي وكيعطي ترخ اختناق ديال التنفس، ما تيقدرش يتنفس واحد اللحظه ومن بعد تيطلق ليه التنفس، هذا عنده علاقه مع الام اللي تيكون في الكبد. كيفاش كيجي هذا الالم الكبد؟ كنعرفوا بان الكبد الا وقع عليه خلل في الوظائف ديالو اش غادي يوقع؟ كيوقع لان ذاك الصفيره اللي كيصاوب ذاك اللون ديال الصفره والمواد اللي كيصاوب ما كتمشيش في المناطق اللي خصها تطلعها، وبالتالي انه كيبقى ينتف في الحجم ديالو، ملي كينتف في الحجم ديالو كيعطينا الم، تيكون الالم كاين، او ان ذاك الالم من جراء واحد الحجره كاينه في المراره هي اللي عطتنا هذا الالم. نعم. اذا هذا هو المشكل ديال الالم اللي تيكون في البطن في المنطقه العليا للبطن على اليمين. كاين كذلك الغثيان او القيء، الانسان ديما تيقول لك انا كنتروع، ديما مروع النهار كله او في الصباح كيحس بواحد الترويعه وبحال كتجي تخيه. الاشخاص هادو عندهم عسر في الهضم، هذا يدل على انه عنده عسر في الهضم، مما يدل ان هذا الشخص ما عندوش ذاك الافرازات ديال ذاك السفره اللي كدوز الامعاء وتدوز الجهاز الهضمي باش يمكن ليها تعطيه الهضم اليسير، وكيوقع عليه عسر في الهضم وكيبقى دائما يشكي من هذا المشكل والطبيب هو اللي كيدير التشخيص. نعم. إيه. كاين واحد المشكل اخر ما يقدرش ينتبه ليه الانسان هو الارق، كيطير عليه الناس في الليل، يقدر يتقاس الكبده الناس كيطير. اولا يقدر يتقاس من طرف الالم اللي ما كيخليكش ناس، ولا ان الكبد الوظيفه ديالو تغيرات، لان كرهتي كتنعس بالنهار وما كتنعسش بالليل. الوقت اللي كتنعس بالنهار البارح تكلمنا على الكبد انه ياخذ خلال اليوم 13% من الدم اللي كيدور في السيركيلاسيون في الدوره الدمويه للانسان باش كيستافد منها، وبالليل تضاعف الى ان تصل الى 40%. نعم. اذا فالشخص منين كينوم كينعس بالناس بالنهار بزاف، هذيك 40% كتغلي عليه بالنهار ما كتبقاش بالليل. نعم. و 13% كتغلي عليه في الليل وكيوقع واحد الخلل حتى في السيكل ديالو ديال النوم. وحتى الهرمونات اللي هضرنا نعم. حتى الهرمونات اللي هضرنا على اللي كيصاوب الدماغ واللي كيصاوب الكلوي واللي كيصاوب الكبد باش ينعس الانسان كلها كتغير، وكيرجع عنده واحد المشكل ديال تغيير ديال الهرمونات ديال النوم وكيتغير ليه السيكل ديال النعاس ديالو ما كيبقاش ينعس بالليل. نعم. اذا هنا الشخص هذا خصو يبدل السيكل ديال النعاس باش ما يبقاش ينعس في النهار وينعس بالليل، ويخلي الكبد يرتاح باش يخليه تاوي ينعس. نعم. اذا هذا علما. نعم دكتور الا سمحتي معنا مداخله واحد مستمعه من فرنسا بغات تسولك. نعم. الا سمحتي معنا السعديه، مرحبا بك لاله. السلام عليكم اختي لاباس. السلام ورحمه الله، مرحبا لاله. السلام عليكم. ربي يخليك اختي. تفضلي. السلام عليكم دكتور. انا عندي واحد المشكل دائما الوجه تاعي صفر، ديما صفرة، وهنايا انا فرنسا هنا دائما كيلقاو لي واحد شي حاجه في الدم، كيقول لي في الكبده اللي كنقول لهم ما شاو، كيقول لي سي با غاف اي با ميشون سي با غاف، ودائما كيضرني هاد الجنب اليمين كيسخن عليا ويعطيني الحرايق وداك الشيء. واحد المره شكوا في المراره قالوا لي بتيت هي حيدوها ماشي المراره، ودائما كيضرني هاد لادولوغ كيجيني وراني ديما صفراء ديما صفراء، ديما حاسه بشي حاجه ضراني وحاجه ما عرفتش نقولها لك شنو هي، ما عرفتش شنو هي اللي كيلقاو لي في الدم في الكبده.
نعم دابا داكشي تيكون بالتدقيق باش تقدر تحكمي عليه من الناحيه البيولوجيه، لان الاطباء الا قال لك ما عندك حتى مشكل اذا قاموا بتحليلات طبيه اللي كن تكون مرتبطه بالكبد. كاين انزيمات وكاين مواد اللي هي كتكون مرتبطه بالوظيفه ديال الكبد، كيلقاو بان الكبد كيخدم مزيان، كيديروا لك اشعه باش يشوفوا المراره واش فيها شي حجر ولا ما فيهاش حجر، واخا يكون حر لا لقاو ما كاين والو. المشكل اللي عندك هو ان النمط الحياه ديالك تغيري، يعني النمط ديال الطعام والنمط ديال الحياه ديالك تغيري. كنتي كتنعسي بالنهار تنقصي الناس بالنهار، تبقى تنعسي بالليل مرتاحه، ولا كانت شي اشياء اللي عندك زائده في الدم بحال الكوليسترول والتريغليسيريد دير لها نظام غذائي ديالها. النتائج بعض المرات تعطينا هذه الحالات ديال الالام اللي كتجيك في البلاصه ديال الكبده، لان الوظيفه ديال الكبده كتبقى تكون شويه غير مستقره وكتنتفخ وكتبقى تعطي هذه الالام هذا، الا ان الانتفاخ ما تيكونش فيه التهاب، لان ما تيكون بحال كبرات في الحجم ديالها، ولكن لا وجود للالتهاب لا وجود لتغيير في العلامات البيولوجيه ديالها ولا في العلامات اللي مرئيه بالاشعه او بالراديوات اللي كنديروا لها. هذا كيكون عندك ان بروبليم فونكسيونيل، يعني وظيفي، والوظيفه خصك تحاولي تعدليها وتشوفي الطبيب ديالك اللي كتعالج عنده وتقول ليه اش كناكل اش كناكل، طريقه الحياه ديالي رشدني باش الكبد ديالي يبقى يهضم مزيان وفاش يجيني الالم، وتشوفي حتى ذاك الالم اللي كيجيك وديك السخونيه واش عنده علاقه مع الاعصاب الا كنتي كتعصبي وخصك شويه المغنيزيوم، او عندك علاقه مع الامعاء الغليظه، لان ماشي تقولي عضو تيخدم بوحدو، راه عنده علاقه بالاعضاء الاخرى. واش الدم كيدوز مزيان ذاك الامعاء؟ واش عندك مشاكل ديال المعده والهضم والافرازات؟ يعني كلشي هادشي كيختارك في التحليلات اللي قاموا لك بها الاطباء وشافوا بان ما عندك تغيير في التحليلات البيولوجيه وخصك المراقبه. انا كتب نعم دكتور. ولكن تغيير نمط الحياه. اما الاضطرار اللي كتهضري عليه في الوجه، حنا كنهضروا على الاضطرار اللي تيكون غادي للسفره، الانسان اللي تيكون شاحب اللون، يعني بحال كنقولوا بال شاحب اللون، يعني حنا بالدارجه كنقولوا صفر ولكن هو ماشي صفر، يعني اللون ديالو بحال ناقص ما كيشوفش الشمس. ملي غتقلبي العينين ديالكم عندك السفره داخل العينين، اذا ماشي صفراء، اذا عندك مشكل ديال اللون ديال الجلد ديالك، عندك المشكل مع الميلانين ديالك اللي كتكون عاوتاني كتفرز من طرف الكيلي وكذا وكذا، خصك تشوفيها هي اللي كتعطي ذاك اللون الشاحب عند الانسان. نعم وخصك تشوف فيتامين دي واش كتعرض للشمس او لا تتعرض للشمس، لان الموضوع هذا ماشي موضوع واحد، موضوع شائك، لان كيأرق لها الحياه ديالها، خصنا نمشيو بدرجات درجات نعطيوها كل شيء. اما بالنسبه للكبد فتهنا، اذا قال لها الطبيب ما في حتى مشكل يعني راه ما كاين حتى حاجه. نعم دكتور واضح. اذا نكملوا الحديث ديالنا. تفضل دكتور. كاين عندنا واحد الاشياء اخرى اللي كتكون على الانسان، هو انتفاخ البطن عند مفاجئ. تيكون الانسان جالس ما كاين حتى عليه، تياكل مع وليداته بخير خاصه عند الناس المسلمين، وعنده واحد المشكل في الكبد وما كانش عارفه، التهابات ميكروبيه وغير ذلك، كيجي واحد النهار كيتنتفخ ليه البطن ديالو، اللي كيجي عند الطبيب تيقلبو تلقى ان عنده الماء في البطن. ودي كتوقع لنا بزاف ديال الحالات، يقول لك عاد تنفخت ما بقيتش نقدر نتمشى، وهذه كنلقى عنده الماء. اذا هذا الماء هذا منين كيجي؟ كيجي من الكبد. شنو كيوقع في الكبد؟ الكبد كيوقع ليه تكمش في الكبد، يعني تقاس الكبده، اما ليباتيت سي ولا لا تيروز اللي كتكون عند الناس اللي كيكونوا مدمنين على الكحول، اللي كيسكروا بزاف كياخذوا الخمور بزاف، كتوقع لهم تكماش في الكبده، كتكمش وكتغير العروق اللي كيدوزوا الدم، يعني الشرايين والاوعيه اللي كيدوزوا الدم داخل الكبد ويخرجوا على الكبد ويستقبلوا الدم من القلب. نعم. كيوقع عليه ما يسمى بارتفاع الضغط داخل الكبد، هو كيسمى ليبرتونسيون بورتال. هذا كيعطينا الماء داخل البطن. فين داخل البطن؟ ولكن شي نصار ديالنا وكل شيء اللي كاين داخل تيبقى يعوموا في الماء. نعم. اذا تيكون واحد الماء زائد. كاين كذلك الانسان اللي كيكون تيمشي للمرحاض، باش دائما الانسان يمشي للمرحاض ويشوف الغائط ديالو كيفاش داير، ويشوف التبول ديالو كيفاش اللون ديالو، ويشوف التغيير ديالو كيفاش داير. هذه كاينه واحد انيكدوت، واحد نكته بالفرنسيه. نعم. صارت تلقى صحابو تيقول لي كومون سافا، شكون هاد سافا، شكون هي الحاجه اللي مشات. هو كانوا الانسان على حساب الليتيراتور الادبيات اللي كانت في القرون الوسطى ديال اوروبا، الانسان اللي تيخرج من الحاد تيقول واش داكشي اللي خطيتي من الحاد واش سافا بيان و سافا با بيان، واش مزيان ولا ما مزيانش، يعني ماشي الصحه ديالك، لان هذا كيدل على انك بصحه جيده. هذه دائما الانسان خصو ينتظر ويلاحظ هذاك الشيء اللي كيدخل المرحاض، باش يشوف التبول ديالو كيفاش داير، والطريقه ديال التبول واللون، ويشوف حتى الطريقه ديال الغائط ديالو واللون ديالو. كيكون اللون بعض المرات ابيض ديال الغائط هو كنلقاو ديما صفر، ولكن كيتبدل ليه اللون. كيفاش اللون ديالو كيرجع؟ كيرجع اللون ديالو داير بحال الكاغيط ديال السيما.
الكاريط ديال الخنشه ديما بحال هذاك اللون كيرجع عنده، اذا ما تبدل ليه اللون الصفر ديالو، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان ذاك الاملاح الصفراويه اللي كتكون داخل الغائط ما بقاش كدوز به، يعني مشات للدم غتعطيه بوصفير في الدم ديالو وغتعطيه المشكل ديال اللون انه تغير. بالنسبه للانسان كذلك كتجي ما يسمى بالحك، كيبقى يحك الجلد ديالو. نعم حتى هي ولا نعم كيبقى يحك الجلد ديالو. منين كتجي هذه الحكه هذه كيقول راه عندي حساسيه عندي كذا كليت هذه لا، وكيبقى داك الشيء مستمر ما كيبغيش يمشي. نعم هذا يدل على نعم ومرتبط مع واحد المشكل اخر، هو ان الانسان تيكون عنده واحد العياء تيعيا والوزن ديالو تينقص شويه وكيبان فيه بحال بوصفير. نعم هذا يدل على ان الاملاح الصفراويه دازت ليه الدم، ومن دازت الدم كثيره كيبقى يحك الجلد ديالو كتمشي عندنا في الخلايا اللي هي مضبوطه وكتبقى تعطي الاحساس بالحك. نعم كاين المشكل ديال التبول اللي هضرنا عليه، البوله ديال الانسان اللي كتبقى الكبد ديالو كيسوفري يعني في محنه او في معاناه كيرجع البول ديالو قاتم اللون بحال تيقاطع، كما كنقولوا احنا ما كتسولوا كتقولوا اش ديال بحال تيقاطع بحال هكاك، يعني اذا كاينه مشكل ديال التغيير ديال اللون ديال التبول ديالو. اذا كيوقع حاله اخرى وهي النزيف، هضرنا على ان الكبد كيصوب يعني دي فاكتور ديال كوغيلاسيون، دوك العوامل اللي كتساعد على تخثف الدم باش ما يوقعناش النزيف داخل الجسد ديالنا، هذوك لي فاكتور ما تيبقاش يصوبهم الكبد ديالنا كيوقع لنا النزيف. اشنو هو النزيف؟ يخرج عن عباره عن ماذا؟ عباره عن رعاف، كيبقى يرعف الانسان بوحده. ولا المشكل الاخر هو تيبقى يبانوا فيه واحد الطبيع زرق في الجلد ديالو، هذوك يسموا لي زيموراجي سوكيتاني، هي نزيف تحت الجلد وتيبقاو ديك الطبيعه الزرقين، تيقول لك انا راه ما عرفتش كيفاش كيوقع لي هادشي خاصه المسلمين. وكاين واحد المشكل هو اننا كنربطوا اشياء احنا طبيه مع اشياء غيبيه او اشياء اللي في العالم الثالث. نعم تيقول لك لا راه هذا مسكون، راه هادشي باش كيصبح فيه الطبيعه الزرقين، راه فيه كذا فيه كذا، لا هادشي كنلاحظوا وكنشوفوا في الميدان ديالنا. نعم وهاد الكلمات ما كنجبدوهاش عن هكاك عفويه، ولكن موجوده في الاوساط ديالنا الاجتماعيه وعند خاصه الناس ما تيكونوش واعيين. الا بانوا فيك دوك الطبيعه الزرقين عرف كاينه ليموراجي سوكيتاني، الا ما تضربتيش مع شيء هو اللي كان السبب وخرجوا بوحدهم، عرف بان الدم ديالك ما بقاش تيتخثر مزيان، خصو التحليلات باش نعرفوا واش الكبد اللي خدام او اشياء اخرى. نعم دكتور. اذا كما قلنا للسيده الاخرى غادي نوصلوا للتشخيص، هادشي علامات جا قال لنا المريض وكلشي، باش كنشخصوا كنديروا تحليلات طبيه هي الاولى، كنتاكدوا من العلامات ديال البوصفير ديال الالوان ديال التبول وديال الغائط والحكان والنفخ ديال البطن الى اخره، كنديروا تحليلات. شنو هي التحليلات؟ كيتسمى لو بيلون ايباتيك كومبلي، يعني بيلون اللي كنديروا ديال الكبده اللي هو شامل، وكنقلبوا على انزيمات، والانزيمات كثيره وبالتفصيل ما غاديش نعطيوها، لان كاين انزيمات اللي كتبقى غادي الحد حتى ديال الاختصاص هي في اشياء اللي كتوري لك اشياء اخرى، ولكن نعطيوها على عامه. كنديروا فوسفاتاز الكالين، هذه حتى هي كتبين لنا بان الكبده ما خدامه مزيان، ولا كنقلبوا على البيمين، يعني واش البيمين مزيانه واش قليله واش كثيره باش نشوفوا. وكاينه كذلك البروتين توتال، الا كان البروتين توتال كاينه واحد النوعيه ديال البروتينات اللي كتزاد على ديال الكبد وكتعطينا واحد الفخامه ديال ديال ديال, ديال الكميه ديالها، كيدل على ان الكبد ما بقاش كيتحكم في صناعه هذه الماده هذه وغادي تكثر عندنا. كذلك كنشوفوا لابيلوغيبين، شنو هي لابيلوغيبين؟ هو ديك الماده اللي هي الصفراء اللي كتعطينا الصفوريه اللي كدوز في الدم وعندها واحد الكميه ديالها، وكما قلنا البارح ان الكبد كيشد هذيك الماده الصفراء كتكون حره كتسارى كيشدها وكتلقى واحد الماده اخرى اللي كتسمى كونجيغي باش ما تضرش الجسد، وباش ملي كيبغي يخدم بها كيستخلصها ويخدم بها بدون ما تضر الجسد او يفرزها عن طريق التبول. هذيك الماده تي كنعبروها وكنقلبوها في الاثناء اللي تيكون الانسان في بوصفير، كنشوفوا الكميه ديالها شحال، واش طالعه واش نازله واش معتدله، وهي اللي كتبين لنا الخطر على الكبد. بحال في المثال الطفل الصغير اللي جنين ملي كيتزاد تكون عنده 3 ايام 4 ايام كيجي بوصفير، كنديروا له هذا لابيلوغيبين وكنعبروها كنلقاو ان المستوى ديالها طالع بزاف، هذيك الاملاح اللي كتقول لك خصنا ندير له واحد الاشعه واحد البوله باش كتمشي هذيك الاملاح ما كتحيد من الدم. هذه بالنسبه للجنين. بالنسبه للانزيمات اخرى اللي كنقلبوا كاين لي ترونزامينات، ترونزامينات هما اذا كانوا عندنا طالعين كنعرفوا بان الكبد في محنه، اما محنه مرض واما محنه ديال دواء اخذه الانسان. كاين بعض المرات الانسان تياخذ واحد الادويه واخا ياخذ غير ديال حريق الراس ولا اي دواء ديال لا غريب، ملي كيمشي يدير التحليلات كنلقى الماده طالعه وكيتخوف تيخاف،
يقول الطبيب ديالو بانني كناخذ الدواء الفلاني. نعم بشي وغادي يقول ليه على المده اللي عاد تمشي دير التحليلات لان غير مستعجل. الا كان مستعجل خلاص راه كيكون ديك الساعه الناس اللي كيحيطوا به واللي كيهتموا به راه كيكونوا مختصين في الامر. نعم دكتور. نعم اليوم نكتفيو بهذا القدر. هذا نعم تيليباتيت يعني كنقلبوا حتى على الميكروبات والجراثيم اللي كيقيسوا الكبده ليباتيت ا و بي و سي. كنعرفوا بان ليباتيت ا غير ضاره وكتمشي وكتمشي بحالها. ليباتيت بي وصلنا اننا عطينا النجاعه ديالها التطعيم ديالها يعني في الجلبه اللي كنديروا للطفل الصغير ملي كيتزاد كنديروا على ثلاث مراحل ما بقاش كيديروا ليباتيت بي قلال. كاينه ليباتيت سي هي الواعره وهي اللي كتقيس الانسان وهي اللي خصها العلاج وخصها المراقبه وهي كتنتشر وكتعادي يعني عن طريق الادوات اللي يمكن لينا نهضروا عليها بوحده ونعطيك كيفاش هذا المرض هذا تيكون خطر ديالو والعلاج ديالو. نعم دكتور تبارك الله عليك على التوضيحات وهذه الصوره الشامله على بوصفر. اكيد تعرفنا على معلومات كثيره. ان شاء الله نتلاقاو بك غدا دكتور رشيد بن علي اخصائي في الطب العام لمدينه